هنروح لموضوع تاني، والحقيقة انه فيه اهتمام كبير جدا بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، واللي من أهمها طبعا القمح. وطبعا في توقعات بموسم حصاد كويس هذا العام، عشان كده مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توقع وصول إنتاجه أو إنتاجية محصول القمح إلى 10 مليون طن هذا العام. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور رضا محمد علي، رئيس الحملة القومية للقمح. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم استاذ محمد استاذ هدير. اهلا بحضرتك. عايزين في البدايه كده رساله تطمينيه للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بحب اطمن الشعب المصري وان القمح ده والمحاصيل التزريعيه على راسهم طبعا محصول القمح ده من ضمن اهتمامات فخامه الرئيس والقياده السياسيه. الحمد لله يمكن احنا وصلنا، يمكن كان بالمقارنه بالسنه اللي فاتت كانت 3.4، السنة دي وصلنا بالمساحة بماليها بحوالي 3,650 ألف فدان، ودي أعلى زيادة في تاريخ مصر المعاصر. 3,650 ألف فدان. ده متوقع إن شاء الله منه تقريباً 10 مليون طن. ده بالإضافة إن طبعاً الحمد لله يمكن في الفترة اللي فاتت ديت دولة رئيس الوزراء في تصريحه لسه من أيام بسيطة أو أيام قليلة بيتكلم بيقول إحنا بنطمن الناس، احنا عندنا مخزون استراتيجي كافينا من 4 لـ5 شهور. بالاضافه ان احنا في نص 4 اللي جاي ده ان شاء الله هنبتدي الموسم بالحصاد، والحمد لله الاجواء مثاليه جدا ان احنا ان شاء الله يتم الموسم على خير، متوقع ان شاء الله يوصل معانا انتاج ما يقل عن 10 مليون طن، وده ندينا من خلاله يوصل معانا تقريبا ما يقل عن احتياجاتنا تكفينا ما يقل عن 5 شهور. يعني ما فيش داعي ابدا لقلق الشعب المصري. عظيم. عندنا مخزون يكفينا ان شاء الله حد اخر السنه ان شاء الله. دكتور رضا، هل احنا في حاجه ان احنا نستنبط انواع جديده من سلالات القمح، وهل احنا نقدر نعمل ده ولا لا؟ فخامه الرئيس طبعا لما بيتكلم في حته ان احنا طبعا احنا ماشيين على محورين الاثنين، تنميه من التحميه المحور التنميه الافقي اللي هو تعظيم الانتاجيه في داخل الوادي. طبعا انا ما اقدرش اوسع او ازود في مساحات في داخل الوادي، لان طبعا في داخل الوادي هيكون على حساب محاصيل اخرى لا تقل اهميه زي البرسيم زي الفول زي البصل، ودي محاصيل مهمه جدا بالنسبه للشعب المصري في الانتاج الحيواني وفي التصدير. طب ولكن من منطلق على الجانب الاخر ان عظم الانتاجيه منه من خلال اصناف جديده انها تؤدي، ومن خلال توصيات جديده تكون انتاجيتها اعلى يعني يا دكتور. طبعا بالظبط كده. طب على الجانب الاخر محور التنميه الافقي اللي احنا بنزود المساحات في اراضي جديده. الاراضي الجديده اللي موجوده مثلا في شارع العوينات، والحاجات الموجوده في شارع العوينات موجوده في توشكا، موجوده في مستقبل مصر، موجوده في غرب المنيا، كل المساحات دي بتعاني من الظروف البيئيه الغير طبيعيه او الظروف القاسيه بالنسبه للظروف البيئيه. دورنا في معهد محاصيل حقليه في معهد قسم قصر القمح ان احنا نكون اوريدي نكون جاهزين بالاصناف اللي هي بتتحمل الاجهادات البيئيه. وده الحمد لله اللي القسم بيتبناه، موجود عندنا ما يقل عن 4-5 سلالات او اصناف حاليا دلوقتي موجودين. مصر واحد مثلا في ابل مصر بيتحمل درجات الحراره العاليه، معانا رسا 95، معانا جيزه 171، معانا مصر 3، معانا مصر 4، كل دي اصناف بتتحمل الجيادات البيئيه اللي موجوده وانتشرت الحمد لله على النطاق التجاري، وبتتزرع دلوقتي بقى لها فتره سنه واثنين الحمد لله، وادت اداء كويس جدا بالنسبه للانتاجيه. طيب ده عظيم جدا، ازاي بنتواصل مع الفلاحين والمزارعين؟ بنتواصل مع الفلاحين المزارعين الحمد لله، يمكن عندنا حمله قوميه منتشره في جميع قرى مصر، اصبح النهارده متاح عندنا في قرى مصر تجميع ارشاديه او حقل ارشادي. الهدف منه ان اعظم الانتاجيه. بوصل للمزارع من خلال الباحث والقطاع الارشادي الموجود، وده همزه تواصل بين الباحث والساده والساده المزارعين اخواننا المزارعين، ان احنا بنطلعهم دايما على كل ما هو جديد، اذا كان صنف جديد ازاي تتعامل معاه، بدايه من خدمه الارض مرورا بمعاد الزراعه واختيار الصنف، لان في حاجه اسمها سياسه صنفيه، اللي يجود عندك في ابل مش شرط ان هو يجود في باحث. صحيح. قدر الامكان بديلك الصنف اللي يجود في جميع البيئات، ولكن في بعض الاصناف مثلا زي الديورم اللي هي اقماح المكرونه ما ينفعش ابدا انها تزرع في بحري. فده بيكون من خلال تثقيف المزارع، بعرفه بطريقه جديده عشان نعظم له الانتاجيه مثلا، وليكن زي طريقه المساقط، زراعه على مساقط، اوفر منها التقاوي واوفر الميه من لا يقل عن 20-30%، والحمد لله اصبحت منتشره وداخله ما حدث اعجاب كبير جدا، وبتزود ما لا يقل عن 3 أردب للفدان. طيب هو ايه هي المحافظات الاكثر انتاجيه للقمح؟ وهل احنا بنشتغل على محافظات اخرى غيرها؟ طبعا. عندنا اكبر مساحه دلوقتي موجوده في محافظه الشرقيه، محافظه الوادي الجديد، ودي ما لا يقل عن 400 الف فدان الا ما يكون اكثر، يليها بعد كده الدهليه وخفر الشيخ والشرقيه او البحيره، كل دي محافظات من اكثر محافظات في داخل الوادي هنا، اكثر مساحه محافظات بتنتج اكثر مساحات للقمح. طيب الانتاجيه السنه دي مقارنه بالاعوام السابقه؟
الحمد لله يمكن في تحسن مستمر نتيجه ان احنا بنعمل احلال وتجديد دايما بالاصناف الجديده، لان طبعا ما فيش ابدا ما يمنع ان دايما الصف ما بيبقاش مقاوم بالنسبه للامراض، طول عمره بيبقى مقاوم. هي دي سياسه القسم عندي في قسم القمح في معهد المحاصيل العقليه، ان دايما احط احلال وتجديد، ما يستناش لما الصنف الى حد ما يبقى اوريدي لما يتصاب ببعده اعمل له واستبعده ويكون عندي صنف جديد موجود. فالحمد لله نتيجه سياسه الاحلال والتجديد بالنسبه للاصناف الجديده الحمد لله في كل بقى لنا سنتين المتوسط العام بتاع المتوسط العام اصبح بيزيد. السنه اللي فاتت عدى 19 ابدب. هو شامل الاراضي الجديده والقديمه، انما لما نيجي نقسم المتوسطات لاراضي جديده وقديمه المتوسط داخل الوادي هنا بيزيد اكتر، لان اصبح النهارده من السهل قوي المزارع النهارده في ظل الاصناف الجديده والطرق الحديثه والحمله القوميه اللي موجوده منتشره في جميع قرى مصر، اصبح الفلاح النهارده عنده ثقافه عنده تثقيفيه ابدا وشغوف ان هو يعرف كل ما هو جديد، وانعكس على انتاجيته وازاي يتعامل مع المحصول وازاي يختار الصنف بتاعه المناسب في البيئه بتاعته المناسبه له، وبالتالي كان ينعكس عليه في الانتاجيه اللي متوقعها في اخر الموسم. عظيم. عندنا اجواء مثاليه الحمد لله السنه دي، نطمئن ان شاء الله يكون في النهارده معدي 20 ادب ان شاء الله السنه دي. ان شاء الله ان شاء الله. طيب احنا بنتواصل مع المزارعين وبنقول لهم على الاصناف اللي ينفع تتزرع زي ما حضرتك قلت، اللي بينفع وجه بحري غير ابلي غير الدلتا، وفي نفس الوقت بنوعيهم بكل حاجه في زراعه القمح وطرق الحصاد كمان. طيب سعر توريد القمح ده مهم برضه بالنسبه للفلاح، لان دي من الحاجات اللي هتشجعه على زراعه القمح. خلينا نتكلم بس، احنا عندنا تحدي ان ان شاء الله احنا عندنا مثلا 3.6 و150 الف فدان دول بيجيبوا 10 مليون طن، ولكن النسبه اللي بتورد منها مثلا ما لا يقل حد بالمقارنه بالسنه اللي فاتت كانت تقريبا حوالي 4 مليون طن. احنا في تحدي السنه دي لازم نثبت لنفسنا وكل العالم ان احنا قادرين ان احنا نقدر ان شاء الله ما يكونش عندنا مشكله ابدا. احنا في خلال سياسه الرئيس ان كان طالبنا ان احنا نزود المساحات القمح، زادت السنه دي 260 الف فدان 650 الف فدان 260 الف فدان زادت عن السنه المقارنه بالسنه اللي فاتت. السنه دي جايه طالبنا ما يقرب حوالي 500 الف فدان، السنه اللي بعدها هيزودنا حوالي مليون فدان. ده بيحطنا في منعقد يعني مش هوصل اوصل اكتفاء، ولكن ممكن اوصل الى حد ما الان حد الامن اللي وصلنا 70% من احتياجاتنا. احنا في تحدي ان شاء الله وارد جدا السعر بتاعنا حوالي السنه دي بالمقارنه السنه اللي فاتت كان 700 جنيه، السنه دي 820 جنيه. وده سعر الحمد لله كان مجزي وفي هم في رفع كويس بالنسبه للمزارع. عظيم. كل الشكر لحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا الدكتور رضا محمد علي رئيس الحمله القوميه للقمح، شكرا جزيلا ليك.